نحن الآن شيخ يعني بغروب شمس اليوم نكون قد يعني استفتحنا ليلة 27 من هذا الشهر، هل هناك أعمال يعني فاضلة يكون لها أجر عظيم يستغلها المسلم في هذه الليلة؟ قبل أن نبدأ بالأعمال أنا يؤسفني أن بعض الإخوان يؤخر عمره هذه الليلة. أي نعم. وتجد يروح يشتغل بالعمرة والرسول قال من قام ليلة القدر قام، فيمضي عليه هذه الليلة وهو يعني يتعب نفسه في الطواف وفي السعي ويركض من هنا ومن هنا ومن الميقات. فأنا أنصح إخواني حتى لو أنه محرم أنصح بأن يتفرغ للقيام والعمرة، أما يجبها في وقت مناسب أو المهم أنه لا يتعب نفسه الليلة ويضيع وقته في شيء يعني غير قيام الليلة. غير قيام الليلة، الليلة يقوم ويتعرض لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. إلا إذا كان عاد الإنسان عنده حجز والحجز بيفوت عليه بيروح ويخلص عمره، والحمد لله أنها خفيفة ما تأخذ وقت، نعم عادي مثل أول الليالي السابقة، يروح يخلصها ويتفرغ لقيام الليل. يا إخواني العبادات في هذه الليلة مشروعة وكثيرة جدا، ومن أهمها ويعني أيسرها قراءة القرآن الحرف فيه بعشر حسنات، قراءته تلاوته عبادة، وترتيله عبادة، وتدبره عبادة، وسماعه عبادة، والتأثر به عبادة. لا يا إخواني، الناس في خير مع هذا القرآن. وبعدين أيضا شهر رمضان هو شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ويكون له نصيب أيضا في الصلاة طول القيام وطول الركوع والسجود. عندك أوقات أخل فيها بربك هذه الليلة، شوف حاجاتك التي تريد أن تقولها لله تعالى، نفذ طلباتك في هذه الليلة واعلم أن الله سيستجيب أي شيء تدعو رب العالمين فيه سيستجيب، لكن إما أن يستجيب لك في ذات اللي طلبت أو يعطيك خيرا منه أو يدفع عنك من الشر ما هو أعظم أو يدخر عنده ليوم تحتاجه. فاليوم يا إخواني هذه الليلة ينبغي أن تعتكف، ونعتكف الإنسان في بيته، يلزم مصلى في بيته ما بين قراءة قرآن وما بين ذكر وما بين الصلاة. نعم. لو نختم شيخنا الفاضل بدعاء لنا وللمشاهدين وللمشاهدات والمسلمين والمسلمات. نسأل الله التوفيق. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الأحد، أنت الصمد، أنت الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا في من هديت، اللهم اهدنا في من هديت، اللهم اهدنا في من هديت، اللهم عافنا في من عافيت، اللهم تولنا في من توليت، اللهم بارك لنا فيما أعطيت، اللهم اسقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، ونسألك العزيمة على الرشد، ونسألك حسن عبادتك، ونسألك شكر نعمتك. اللهم إنا نسألك قلوبا سليمة وألسنة صادقة، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم
ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت العليم الحكيم. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين، ربي أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، اللهم أصلح لنا في ذرياتنا وزوجاتنا، اللهم أصلح لنا في ذرياتنا وزوجاتنا، يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم انصر بهم دينك وأعز بهم كلمتك يا حي يا قيوم. آمين. اللهم اغفر لآبائنا، اللهم اغفر لأمهاتنا، اللهم اغفر لأجدادنا وجداتنا، اللهم اغفر لجميع قرابتنا المؤمنين وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم انصر جنودنا المرابطين على الحدود، اللهم اربط على قلوبهم وثبت أقدامهم وعجل لهم من النصر ما وعدتهم يا أرحم الراحمين. آمين. يا ذا الجلال والإكرام. آمين. يا حي يا قيوم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على رسول الله. شكر الله لكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء.